من منا لا يعشق الشوكولاتة؟ قليلون جداً إذ تحصد إعجاب الملايين حول العالم إلى درجة أن بعض الدول أقامت لها متاحف خاصة. لكن هل تعرفون أن الشوكولاتة مهددة بالاختفاء بسبب نقص نبات الكاكاو الذي يتم إنتاجها منه؟ I like the look of it. And that's a close-up of a cacao tree. Okay. Action! Okay, so now we're gonna crack these pods, and he's gonna scoop out the beans to get ready to ferment. And I will show you what one of these looks like inside. سبب حديثنا عن الشوكولاتة هو شركة نوتيلا، إحدى أشهر شركات الشوكولاتة في العالم والتابعة لشركة فيريرو الإيطالية، والتي أثارت حالة من الجدل وسيل من علامات الاستفهام بعد نشرها تغريدة غامضة عبر حسابها الرسمي على تويتر حول أشهر منتجاتها. القصة بدأت حين طرح أحد مستخدمي تويتر سؤالاً على الشركة ما إذا كانت منتجاتها حلالاً أم لا، لترد الشركة بالقول كلا المنتجات ليست حلالاً، وهما صدم عشاق منتجاتها من المسلمين الذين لم يكونوا على دراية في الأمر. المستخدمون علقوا، وأغلب المغردين تساءلوا كيف يعقل للشوكولاتة أن تكون حلالاً. حسين علق قائلاً نعم عادي، ممكن في أكثر من نسخة، هذا حساب أمريكا حق، الشرق الأوسط أكيد صناعته غير. أما عبد الرحمن فتساءل السؤال وين الحلال وين الحرام بالشوكولاتة. وأبرار أيضا استغربت قائلة كيف ممكن ما تكون حلال وهي مكوناتها كاكاو وبندق. في الحقيقة تصنيف حلال أو حرام لا ينحصر على المشتقات الحيوانية فحسب، بل يمكن لجميع المنتجات أن تكون ليست حلالا بمجرد إضافة نوع من الجيلاتين الحيواني من لحم الخنزير أو أي نوع من أنواع الكحول على المنتج. بعد آلاف التغريدات المتفاعلة عاد الحساب نفسه ليعلن أن سوء تفاهم حصل، وأن جميع المنتجات أو منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال. أكثر من 90% من مصانع نوتيلا تحمل شهادة حلال من قبل طرف ثالث، ونحن أو هم بصدد تصديق على بقية المصانع. وقامت الشركة بالاعتذار الذي ورد عن الخطأ في تغريدتها السابقة.